مصلحه العدل ستيفن جوزيف كامورون. مصلحه المنتخب الوطني انطلاق الان يلعب الكره في الجهه اليسرى في محاوله بشكل رائع جدا، فرصه اول الاهداف في مصلحه المنتخب الوطني في محاوله للانطلاق وفرصه الهدف، ولكن تمر كاد ان يكون اول الاهداف، ولكن الكره مرت الكره. سنشاهد الاعاده هنا، عمر المرمي في توجيهات للاعبين، كاد ان يكون اول الاهداف. نشاهد الانطلاق بشكل رائع جدا، لكن تمر الى ارض المرمى لمصلحه المنتخب الفرنسي. الانطلاقه كانت من اللاعب زريبي، وسام زريبي ينقل الكره عاليه، متابعه من لامين كوني. لامين كوني في المتابعه من ربيع اللافي، ايضا تصرف وسط الملعب وادي تريكي، لكن اللافي نقلات مكانه. المنتخب الفرنسي تعود الى جيرمي، جيرمي الى هان، ولكن عندك جزوم يقطع الكره، عبد الرؤوف جزوم، كره قصيره ينطق الكره اللافي. ربيع البحث عن المسانده من تريكي، يعود الكره الخلف الى اسامه محمود الشنيعه، ينقل الكره لربيع اللافي. ربيع اللافي يبحث عن المسانده، تنفذ الكره تصل لجدار الدفاعي واستبتعد. لا زالت الان لمصلحه المنتخب الوطني. مروان مبروك، مروان ينقل الكره في انطلاقه لمصلحه المنتخب الوطني في محاوله، ينقل الكره في الجهه اليمنى، البحث الان عن الشبح، يعود الكره الخلف، اللافي يبحث عن المسانده، يعود الكره تريكي، ينقل الكره عاليه لمصلحه المنتخب الوطني. تلعب الكره وصل الهدف، هدف لمصلحه المنتخب الوطني، هدف عن طريق اللاعب ربيع اللافي. الهدف لمصلحه ربيع اللافي، ثمان ركلات لمصلحه المنتخب الوطني وست اهداف. ممتع، حاول يتابع الغنائي ولكن يحسب الكره مره ربيع اللافي، رجع الكره للخلف ناحيه اللاعب رقم 24 بيتر امادو ياموكي. ربيع اللافي، ربيع اللافي يلعب الكره للامام والانطلاقه تاتي الان من الناحيه اليمنى، يتابع مدافع او فريق خليج السر. ربيع اللافي تمشي ناحيه اللاعب فؤاد التريكي، تعود ربيع اللافي، حاول يمر وينطلق، يحتفظ بقدميه، يسلمها للامام وحارس المرمى يتدخل ويتدخل حارس مره اخرى. ربيع اللافي في تنفيذ الجانبيه، تعود ناحيه اللاعب محمد الغنوجي، والانطلاقه تاتي الان، مرور جيد من ناحيه اليمنى ناحيه ربيع، تمشي للامام في محاوله مرور، ممكن رفع الكره يلعبها، ولكن تعود مره اخرى لمصلحه فريق الاهلي بطرابلس. ربيع اللافي يحتفظ بالكره بقدمه ويحاول الانطلاق وينطلق بشكل ممتاز. ربيع مرور ممتاز من هذا اللاعب ربيع اللافي، ربيع يمررها بشكل حلو، ممكن ياتي الهدف الاول الان لمصلحه فريق الاهلي بطرابلس، ياتي الهدف الاول لمصلحه فريق الاهلي بطرابلس عن طريق محمد الغنوجي، مرور وتمرير بشكل جانب، مسانده بشكل حلو من المدافع الايمن ربيع اللافي، مرر الكره بشكل ممتاز، سلم واستلم الغنوجي واستلم الهديه وابعث صاروخيه استقر داخل جبهه فريق الاهلي. اذا الاهلي يتقدم بهدف مقابل لا شيء بعد مرور 23 دقيقه عن طريق اللاعب محمد الغنوجي. فريق الاهلي بعد مرور 23 دقيقة اصبح يتقدم على صعيد النتيجة بهدف مقابل لا شيء، الهدف كان في اخطاء اللاعب الشاب محمد الغنوجي. اذا
الزميل محمد الغنوني لاحظ لقطات الإعادة، شوف المرور، شوف التمرير، يا سلام، استلم بشكل حلو وأرسلها قوية من الوجوه الشابة والجديدة في ضمن فريق الأهلي. لاحظ ربيع كيف مر، لعبها هدية واستقبل هدية اللاعب محمد الغنوني، لاحظ التمرير بشكل ممتاز، شوف الثقة في النفس من هذا اللاعب الصغير محمد مسعود الغناي، ولكن التدخل موجود والانطلاقات ذات الآن من ربيع اللافي. ربيع يحاول أن ينطلق يبحث عن المساندة، يجدها الآن من المغربي، تعود لربيع وينطلق ويتقدم، ينقل الكرة في الناحية اليمنى في محاولة المرور للغنودي، محمد الغنودي كان ورقو يحاول التوغل ولكنه تفتك الكرة، تعود بهجوم الأهلي مصر على طريق أهلي طرابلس، ربيع اللافي، ربيع والحسين سلطان، تعود تبقى لربيع اللافي، ربيع أين المساندة لهذا اللعب؟ تعود عن طريق علي الميري، علي الميري يلعب كرة تصطدم بحسين الإدريسي وتعود من جديد أقرب إلى محمد المغربي. إذا أولى الهجمات الأهلاوية، الأهلي يبحث عن العودة في النتيجة. ماكيتا الآن، ماكيتا يلعب كرة لربيع اللافي، ربيع يبحث عن المرور بمهارة، مر ربيع يبحث عن أحد الزملاء، ربيع من جديد فضل التمرير لمحمد المغربي، محمد لزكريا، زكريا الآن، زكريا يبحث عن التسديدة، تسديدة من زكريا اللافي، فضل التمرير لأحمد سعد، ولكن المتابعة لماني زغول، الانطلاقة من داوودة، ولكن ماكيتا قبل الجميع، ماكيتا فضل التمرير الآن لربيع اللافي، ربيع، ربيع يبحث عن المرور من سابول، مر بمهارة عالية ربيع، ولكن هشام شعبان منصور البوكي تعود الآن من جديد، محمد المغربي، محمد المغربي يبحث عن الانطلاق، تفضل العودة لربيع، ربيع اللافي يسدد، ربيع اللافي ولكن تمر، تسديدة كانت قوية جريئة من ربيع اللافي، مرت على مرمى مفتاح غزالة، والمطالبة من قائد فريق الاتحاد، قائد فريق الأهلي، اللاعب أحمد سعد بيلعب الكرة بسرعة، شوف التسديدة الأخيرة من ربيع اللافي ولكن مرت على مرمى فريق الاتحاد، عن مروان والخطأ من منير، المبروك لصالح مروان المبروك. حاول الآن نصر سليل، نصر سليل ولكن تقطع من لاعب الأهلي بطرابلس، ربيع، ربيع اللافي الآن، ربيع يحاول المرور، المتابعة من شطيبة، فضل التمرير لزكريا اللافي ولكن شطيبة. يا أبناء ريكاردو في هذا اللقاء، تعود والتدخل يأتي من جبريل البقرماوي، المتابعة من ربيع، ربيع اللافي، ربيع يحاول المرور، مر بمهارة عالية، أبر من أبرز اللاعبين ربيع اللافي، مباراة كبيرة لهذا الشاب المميز ربيع اللافي الآن، يلعب كرة لأحمد سعد، أحمد سعد يحاول التمرير، تمريرة بينية لعبلو في أولى اللمسات، سالم عبلو يرسل كرة داخل المناطق ولكن أيوة المغربي، التقدم لصالح فريق الاتحاد والأهلي يطمح، رفع الكرة من المغربي، المتابعة من داوودة كاميلو من جديد، ربيع اللافي، ربيع يسدد ولكن تمر، مرة يلعب كرة، مر ليحيى كوليبالي بلمسة، نعيم حاول لكن تفتك عن طريق ربيع اللافي، ربيع اللافي، أحمد سعد محاولة بناء هجمة، تلعب كرة لربيع اللافي، ربيع محاولة المرور، التمرير ليونس الحواسي، يونس الحواسي يلعب كرة، تصطدم بسيك بالي يلعب كرة وتعود مرة أخرى في اتجاه منير مبروك، ربيع اللافي، ربيع يمر الآن، ربيع يلعب كرة بالرأس، أحمد سعد أقرب إلى لسانا بني، أحمد سعد يستلم ربيع، مر لأحمد سعد الآن، فرصة بناء هجمة من جديد لمسعى طريق الأهلي طرابلس، أحمد سعد الآن، أحمد سعد والتمرير، ربيع والتدخل عن طريق سيكو باكايوكو إلى الجانبية، تفيد بسرعة، ربيع اللافي، ربيع الآن، ربيع اللافي يمر يلعب كرة بالعرض الآن، محمد المغربي، ربيع اللافي، ربيع اللافي، ربيع اللافي الآن يمر، تمرير في اتجاه لعب منير مبروك، منير يلعب كرة إلى يوسف الحواسي، تعود لربيع تلعب الكرة في أقصى الجهة اليسرى باتجاه ربيع اللافي، ربيع اللافي متابعة مراوغة من ربيع اللافي، فرصة صعبة الكرة العرضية، تلعب العرضية والرأسية والخدروشي في الموعد، رأسية من يونس الهواسي، الرأسية الثالثة من لاعب من مهاجمي فريق الأهلي في الصعود الثاني في الجهة اليمنى، يتحصل على ركنية، شوف المراوغة في مهارة كبيرة، مر
الربيع اللافي، رأسية الهواسي كانت خفيفة وفي متناول ناصر الخدروشي. بعد ذلك من الهجمات المنسقة للمنتخب الموزمبيقي، هجمة على الجهة اليسرى، مقطوعة ممتاز، قطع على الكرة من اللاعب ربيع عبد اللافي، هجوم للمنتخب الليبي، كرة في اتجاه احمد سعد، نحاول اكثر من 5-4 اجوال. جمال عبد الله، الكرة في وسط المدينة لجمال، الكرة لمحمد السناني إلى اللاعب محمد الغامدي رقم 9، سعود عبد اللافي، هذه كرة ممتازة، عبد اللافي وجه لوجه عبد اللافي، والهدف الأول، الهدف الأول لمنتخب الليبي، جول ممتازة جدا العملية، سعود راع من اللاعب ربيع عبد اللافي، المنتدب مؤخرا في مرمى الحارس رافائيل تشارلز. والكرة يصدر، والكرة في شباك الحارس رافائيل الجاو، هدف ممتاز، هدف حار قدام لاعبي المنتخب الليبي وابناء البرازيلي ماركوس باكيتا، وهذه حيرة الحارس. شكرا عبد الرحيم في المباشر، ألف مبروك، فرحتونا. بارك فيك إن شاء الله. صحيح، مقابلة كانت مقابلة قلب، ممكن مقابلة عطاء غزير، برشا حاجات وراها مخبية. الهد كانت مقابلة صعبة جدا جدا، لكن الأولاد ما قصروش الحمد لله، كانوا في الموعد وكانوا يلعبوا على الغلالة، وكانوا أهم شيء قدامهم أن يمثلوا غلالة المنتخب وليبيا الحرة، والحمد لله وحققنا الفوز بالقليب زي ما نقول احنا في ليبيا، والحمد لله وديما القدام إن شاء الله. يعطيك الصحة، فرحة